بص اخبارك يا صاحبي؟ كله زي الفل؟ كله تمام الحمد لله. هتمرن النهارده ميجز؟ ممكن بره ظهر مثلا. ظهر؟ مش شايف يعني ميجز تنوب البراد عقله، ده اهم حاجه العقله في الظهر يا ميجو. عقله ايه يا اسس؟ احنا هنتمرن بالصلاه على النبي كده بالمقاشة. هنتمرن بالمقاشة؟ ارزيني. السلام عليكم، ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده. زي ما انتم شفتوا في الانترو كده احنا معانا سبيشال جيست اسوس. النهارده يا جماعه هنتمرن تمارين الظهر بالمقشه. ربنا يستر بقى ايه والمقشه دي ما تكسرش، يبقى شكلنا زي الخرا. بس قبل ما نبتدي فيديو النهارده يا ريت لو اول مره تشوفنا دينا اللايك وتعمل لنا سبسكرايب على الشانل بتاعتنا. ان شاء الله في كونتنت كتير قوي للتمرينات في البيت ان شاء الله هيجي. اول تمرين النهارده يا شباب هتبقى بتحاكي بالظبط كانك بتلعب بالعقله. هنلعبها على الباب، تعالوا اوريكوا ازاي. زي ما انتم شايفين يا جماعه هنحتاج فوطه والباب، بس طبعا لو انت قصير زي حالتي هتحتاج الكرسي. طبعا خلي بالكم يا جماعه ان الباب يبقى نضيف، عشان الباب لو وسخ الصلاه على النبي هتمسحه كله بهدومه. طبعا اسس الصلاه على النبي مش محتاج كرسي. يلا يا اخويا. طبعا بقى ايه، هرجع كرسي تاني. تمرين رقم 2 يا جماعه هي بالظبط كانك بتلعب على جهاز اللات بول داون، بس هنلعبه على سن الباب. تعالى اوريكوا ازاي. هنخلي شكل القبضه بتاعت الايد عامله كده من على سن الباب. طبعا يا جماعه لو انت مش قادر تطلع وتنزل ممكن تساعد برجلك على الكرسي. طب يا جماعه هنلعب التمرينه اللي هي الباك بول داون كده وكده كانها سوبر سيت في بعض، ثلاث مجاميع. يلا بينا. ايش على وسوس، قول لنا احساسك ايه بعد اول تمرين. اسلام فرحت. طب يا جماعة في التمرين رقم 2 هنحتاج المقشة، تعالوا اوريكوا ازاي. انت هترفع رجليك ورا شوية عشان تجيب القطرية، عشان ظهرك كله من الاخر يشتغل. طب يا جماعة هنلعب نفس التمرينة دي ثلاث مرات، يلا بينا. ارفع ظهرك، نزل دماغك، في التمرين رقم 3 هنلعب تمرينه بتحاكي الوان هاند، اللي هو انت في الموقف كده في الجيم وماسك دمبل وبتلعب كده. هنلعبها بايه؟ ازازه ميه.
تعالى اوريكوا سر. هتحاول توقف على وضعيه الضغط بس ايد واحده. شوف بقى البالانس لازم تفتح رجليك ازاي بايد واحده. الايد الثانيه هتمسك ازازه الميه. طبعا انت مش بترفع كده. استنى بكمل. انت مش بترفع كده. انت بتلعب على الماجنوس. الماجنوس ده الموشن بتاعته لورا كانك بتلعب ارك او قوس. لو وافتكروا المايند ماسل كونكشن اللي انا قلت لكم عليه الفيديو اللي فات. طبعا انت بتقولوا ده بلعب بيتمرن بازازه ميه. صدقوني ازازه الميه في الوضعيه دي بتبقى حاجة فظيعة. ماشي. طب يا شباب هنلعب التمرينة دي برضو 3 مرات. يلا بينا. طيب يا شباب في التمرين رقم 4 هنلعب تمرينه بتحاكي تمرينه البار اللي بنلعبه في الجيم بالوضعيه دي. فاحنا هنلعبه ما بين كرسيين اتنين بعصاية المشى. ميكو بس عصاية المشى ممكن تتكسر يا ميكو. لا والله ضعيفة. امال هنعمل ايه؟ نشوف بديل يا ميكو. نجيب سلم ميتال ونعوض المشى وكل البيوت المصرية فيها سلالم. صح صح برافو عليك يا دوس. طب يا جماعه ده يعلمنا ان احنا ما نقفش عند اي حاجه زي ما انتم شفتوا كده. اسس الصلاة على النبي عليه. دماغ صاحيه مش بتنام. اهم حاجه يا جماعه ظهرك يبقى مقوس كده، ما تبقاش عامل بره كده، يعني ما تبقاش مقوس لتحت، مقوس لفوق عشان كله شد. في الجريبس بمعنى ايه؟ ممكن تلعب ضيق شويه، ممكن تلعب واسع، ممكن تلعب واسع اكتر. يعني انت ممكن بس توسع الكراسي لو انت عريض علشان تجيب الفي شيب ورا القضبان. ان 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 عاش اسس. طيب التمرين رقم 2 هي بالظبط احنا كل اللي هنعمله هنغير الجريب. بدل ما تبقى هنا تبقى هنا وتقعد تفتكس بقى كل شوية. عاش. ثانية فوق. نايس. عاش. اوكي يا شباب اخر تمرينة، التمرينة رقم 5 دي لكل الناس اللي بتعاني الام في اللور باك او اللمبر ديسك. الناس اللي عندها ديسك او الناس اللي نفسها تلعب قطنية في البيت ومش عارفة ازاي. تعالى اوريك. ممكن تكتفي بس برجليك اللي تترفع، ممكن لو حبت تزود برضو ترفع برضو ايه ظهرك لفوق. ايه تثبت فوق سيكا ثانية ولا ثانيتين. ولو حابب تعلي الرينج اوف موشن ممكن تحط مخدات هنا عشان تعلى لفوق عشان رجليك تقدر تنزل تحت.
طبعا لو حد اطول فانت بتبعد، تعمل مسافات ما بين الكراسي عشان طبعا تلاقي البالانس. ماشي نايس فورم، حاول ما تحملش على ايدك قوي. ايوه ايدك بس ان هي تبقى مجرد جريب، حاجه بتمسك بيها. ماشي اوكي يا شباب، وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده. ما تنسوش اللايك يا شباب والسبسكرايب والشير للفيديو في كل مكان عشان غيرك يستفاد. اديني عقلك حسين المملوك فيه، اديني عقلك. بس قبل ما نبتدي فيديو النهارده يا ريت لو اول مره تشوفنا تقف. بس قبل ما تبتدي فيديو النهارده يا ريت لو اول مره تشوفنا تعمل لايك سبسكرايب شير الفيديو في كل مكان. لا يا عم، ايه يا عم جو ال عايز تقول ايه؟ لايك وسبسكرايب.